parmi les projets les plus structurants des secteurs des travaux publics. Le projet en question a été 53 km, donc il traverse deux wilayas très importantes et l'échangeur nord de Médéa. Inch'Allah, ça nous va, c'est la tariq, Chamel-Janoub. هي طريق سريع يبدأ من البحر الأبيض المتوسط ويصل إن شاء الله إلى منطقة الساحل الإفريقي. فالجزائر بلد كبير شاسع، ولذلك الدولة والسلطات العمومية قائمة بهذا البنية التحتية الاستراتيجية. نتمنى إن شاء الله أن الإطارات تواصل هذا العمل القيم، ووزارة الأعمال يعني الشغل العمومية تقوم بهذا العمل مع كل الشركات والمؤسسات سواء وطنية أو الدول الصديقة التي نتعاون معها لوصولها إلى هذه الأهداف الاستراتيجية المسطرة.